عاجل، أمريكا تتحرك ضد سد النهضة وإثيوبيا ننشر التفاصيل. وخبر صار لكل المواطنين تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور. وخبير مصري ينشر مفاجآت عن سد النهضة ننشر التفاصيل. وهام منذ قليل وزير الأوقاف المصري يعلق على قرار عدم السماح بالحج على نفقة الدولة. وفي مفاجأة تنشر لأول مرة سر رفض كيروش البقاء مع منتخب مصر. وبيان عاجل من الحكومة تعرف على حالة الطقس اليوم. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار الجديدة أول بأول. واضغط على زرار اللايك، عاوزين نوصل في هذا الفيديو ليه 1000 أعجبني أو لايك. وقبل ما نبدأ في الأخبار عاوزين نغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا قدها وهتعملوها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. وخبر صار لكل المواطنين تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور. وأصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قرارا بتعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية. وتضمن القرار أن يكون الحد الأدنى للدرجة الممتازة أو ما يعادلها 8700 جنيه، والدرجة العالية أو ما يعادلها 6300 جنيه، ودرجة مدير عام ب 5100 جنيه شهريا، والدرجة الأولى 4500 جنيه في الشهر، والدرجة الثانية 3900 جنيه في الشهر، والدرجة الثالثة 3420 جنيه، والدرجة الرابعة 3180 جنيه في الشهر، والدرجة الخامسة 2940 جنيه في الشهر، والدرجة السادسة 2700 جنيه في الشهر. وتضمن القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية أنه لا يؤخذ في الاعتبار لدى حساب الفرق ما هو مقرر من حافز جذب العمالة والحافز التعويضي والحافز الإضافي والبدل ورواتب الإقامة في المناطق النائية. المصدر معانا كان من صحيفة اليوم السابع، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر. عاجل، أمريكا تتحرك ضد سد النهضة وإثيوبيا. وأبدت الولايات المتحدة الأمريكية قلقها بشأن تقارير تحدثت عن ارتكاب أمور صعبة عرقيا في منطقة تيجري الإثيوبية، ودعت إلى إنهاء العمليات الغير قانونية وقائمة على أساس العرق. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نايد برايس في بيان: نشير بأقصى مشاعر القلق إلى التقارير التي تفيد باستمرار القبض على آلاف الإثيوبيين من عرقية التجري تعسفيا في ظروف تهدد الحياة في غرب تجري. وإلى الآن لم يرد المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية ليجيسي تولو وبيلينسيوم المتحدثة باسم رئيس الوزراء على طلبين للتعليق. وقال برايس إن أمريكا تطالب بالإفراج الفوري عن مثل هؤلاء المقبوض عليه، وتدعو إلى منح مراقبين دوليين حق الوصول إلى جميع مراكز القبض. وانتهت منظمتان حقوقيتان بارزتان بأن جيش من منطقة أمهرة الإثيوبية قام بشن حملة تطهير ضد عرقية التجري خلال ما حدث، التي تسببت في تشريد أكثر من مليون شخص. المصدر معانا كان من صحيفة أورو نيوز. ومعانا أول رد من المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية آل دينا مفتي، إن مسودة قانون HR 6600 قانون الاستقرار والسلام والديمقراطية في إثيوبيا بتهدد بالتراجع عن مبادرة السلام التي اتخذتها حكومة إثيوبيا حتى الآن. والسفير دينا مفتي شدد على أن القانون يدعو إلى فرض عقوبات وإجراءات غير مبررة وتدابير صارمة ضد حكومة إثيوبيا، مما يقوض جميع الخطوات الإيجابية المتخذة لضمان السلام في إثيوبيا. المتحدث أضاف أن مسودة القانون تؤثر سلبا على إثيوبيا من عدة جوانب، ودعا الجميع إلى الوقوف إلى جانب إثيوبيا من خلال رفض مسودة القانون الذي شارك في رعايته عضو الكونغرس توم مالينو فيسكي ضد مصالح الإثيوبيين. قال رئيس المجلس المدني الإثيوبي الأمريكي الشماس يوسف تفري إن مشروع قانون الموارد البشرية 6600 الذي أقرته لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب هو مشروع قاسي وغير متوازن. طيب عاوزين نعرف ما هو مشروع HR 6600. المشروع ده بيحجم إثيوبيا، بيفرض عليها العقوبات، عقوبات اقتصادية، عقوبات أمنية. بعض العقوبات الاقتصادية هتقع على إثيوبيا، فبالتالي هتأثر بشكل مباشر على سد النهضة.
يعني هقول لحضراتكم مثال، لو في شركة بتقوم على العمل في سد النهضة، تقوم بإنشاء يعني سد النهضة، العقوبات اللي أمريكا هتفرضها على إثيوبيا هتخلي الشركات دي تتراجع عن بناء هذا السد. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر المهم. ولأول مرة أمريكا تتحرك فعليا، والكونجرس الأمريكي بيتحرك ضد الحكومة الإثيوبية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر المهم جدا اللي هيفيد مصر بشكل كبير. أترك لكم التعليق، منتظر تعليق حضراتكم. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وخبير مصري بينشر مفاجآت عن سد النهضة، وقال خبير المياه المصري وأستاذ الجيولوجيا الدكتور عباس شراقي إن الأقمار الصناعية أظهرت استقرار مخزون سد النهضة عند 7 مليارات متر مكعب بعدما فقد نحو 1 مليار متر في الأسابيع الماضية. شراقي قال في تصريحات لصحيفة RT أنه ابتداء من شهر مايو القادم سوف يزداد الوارد عند سد النهضة، وبالتالي التخزين مع بداية سقوط أمطار خفيفة على الهضبة الإثيوبية. شراقي أكد أن إثيوبيا سوف تضطر إلى فتح بوابة التصريف الثانية إذا لم يتم رفع السد خلال الأسابيع القادمة لضعف تصريف التوربين الذي يعمل بعض الوقت ويتوقف معظمه، وهو اليوم يعمل ولم يكن يعمل عند تحليق القمر الصناعي خلال الرحلتين الأخيرتين على مدار 10 أيام الأخيرة. كما أشار إلى أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت فيديو لأعمال الخرسانة خاصة على الجانب الشرقي من سد النهضة مصحوبة بصور قديمة للسد، مما يضعف من صحة أن الفيديو حديث. وتحتاج إثيوبيا لوضع حوالي 1.3 مليون متر مكعب خرسانة قبل منتصف يوليو القادم، وهذا شبه مستحيل تحقيقه. المصدر معانا كان من RT، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. هذا كان بيانا وتوضيحا من الدكتور عباس شراقي خبير المياه المصري وأستاذ الجيولوجيا. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وهام منذ قليل وزير الأوقاف المصري بيعلق على قرار عدم السماح بالحج على نفقة الدولة. علق وزير الأوقاف المصري الدكتور مختار جمعة على قرار عدم السماح بالحج على نفقة الدولة المصرية أو أي من الجهات التابعة لها هذا العام. قال وزير الأوقاف في تصريحات تلفزيونية: نتفهم الظروف الحالية، والأولى أن يعالج أحد على نفقة الدولة أو توفير مسكن، وتابع الحج على المستطيع بدنيا وماليا، ويملك قوت ينفق منه حتى يعود من الحج. وقال: الحج يغفر الذنوب بالفعل، لكن أيهما أولى، الواجب العيني أم النوافل؟ وأشار وزير الأوقاف إلى أن اللجنة العليا للحج اتخذت قرارا بمنع الحج على نفقة الدولة هذا العام بشكل نهائي، منوها بأن تكرار الحج يتم لطلب مغفرة الذنوب، وهناك وسائل عديدة لطلب المغفرة، فاللي بيحوش الأذى عن الطريق أو يسقي كلب أو يصوم رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأشار إلى أنه تم عقد الاجتماع التنسيقي مع مسؤولي الوزارات والجهات المعنية، وتم التوافق على عدم السماح بالحج على نفقة الدولة أو أي من الجهات التابعة لها هذا العام، وبالتالي فلا حج على نفقة وزارة الأوقاف هذا العام في إطار تطبيق مبدأ فقه الأولويات، بالنظر إلى كون سد احتياجات المحتاجين أولى 1000 مرة ومرة، وأعظم أجرا وأعظم ثوابا من تكرار الحج والعمرة. المصدر معانا كان من صحيفة القاهرة 24. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ملخص هذا الخبر بيقول أن الحكومة المصرية قررت عدم السماح بالحج على نفقة الدولة المصرية أو أي من الجهات التابعة لها لهذا العام. أترك لكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. في مفاجأة تنشر لأول مرة سر رفض كيروش البقاء مع منتخب مصر. أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن عدم التجديد للبرتغالي كارلوس كيروش، حيث تم توجيه الشكر للمدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بعد اجتماع مجلس الجبلاية الذي عقد اليوم. وفوجئ اتحاد الكرة عند الاتصال بوكيل أعمال كارلوس كيروش إن المدرب البرتغالي تلقى عرضا مغريا في الساعات الأخيرة، ومنها أحد المنتخبات التي تأهلت بالفعل إلى كأس العالم 2022، بجانب عدم التواصل إلى اتفاق جيد بين الطرفين، حيث كان يرغب مسؤولي اتحاد الكرة بقاء كيروش حتى انتهاء تصفيات أمم إفريقيا 2023،
وهو ما رفضه المدرب ووكيله. وقامت إحدى الصفحات بالاستفسار عن استمرار كيروش مع منتخب مصر من عدمه خلال الفترة القادمة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع بين أحد مسؤولي الاتحاد المغربي مع وكيل أعمال المدير الفني للمنتخب المصري. كانت تقارير مغربية قد كشفت عن خلافات مستمرة بين فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي مع وحيد حليلوزيتش المدير الفني للمنتخب المغربي رغم تأهل أسود الأطلس إلى نهائيات كأس العالم 2022. تواصل الاتحاد المغربي مع عدد من المدربين من القارة الأوروبية وذلك حال إقالة حليلوزيتش إذ استمرت الخلافات بين المدرب ومسؤولي الجامعة المغربية. ويبحث الاتحاد المصري لكرة القدم عن مدرب أجنبي بقيادة الفراعنة خلال الفترة القادمة خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش الذي انتهت مسيرته مع المنتخب الوطني مؤخرا. وبعد سلسلة من المداولات داخل أروقة اتحاد الكرة استمرت إلى ما يقرب من 4 ساعات تم الاتفاق على عدم التجديد للبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بعد الفشل في التأهل إلى كأس العالم 2022. كشف مصدر داخل اتحاد الكرة أن هناك اتجاه للبحث عن مدرب أجنبي، وقال المصدر إن المدرب الوطني ليس مستبعدا، أشار إلى أن ضيق الوقت نظرا لخوض المنتخب تصفيات أمم إفريقيا 2023 خلال الأجندة الدولية في يونيو المقبل قد يتسبب عن تولي مدرب وطني القيادة الفنية للمنتخب. شدد على استمرار انعقاد مجلس الجبلاية لاجتماعاته لحين التوصل للاتفاق بشأن ملف المدرب الجديد. وينتظر الاتحاد المصري لكرة القدم قرار فيفا بشأن طلبه إعادة مباراة مصر والسنغال في تصفيات المونديال، حيث من المقرر أن تنظر لجنة الانضباط داخل فيفا في الشكوى على أن تصدر قرارها النهائي خلال النصف الثاني من شهر إبريل الحالي. وجاءت أبرز المخالفات التي ذكرها اتحاد الكرة في شكواه. أول حاجة ظهور لافتات مسيئة في مدرجات ملعب المباراة للاعبين وتحديدا محمد صلاح قائد الفريق. تخويف الجماهير السنغالية للاعبي منتخب مصر من خلال إلقاء الزجاجات والحجارة عليهم أثناء عملية الإحماء. تعرض حافلات البعثة المصرية للتعدي مما تسبب في تهشم زجاجها. وتعرض البعض لإصابات وهو ما تم توثيقه بصور وفيديوهات تم إرفاقها مع الشكوى. توجيه أشعة الليزر على أعين اللاعبين المصريين خلال ركلات الترجيح التي منحت بطاقة التأهل للفريق السنغالي. قرارات حكم اللقاء خلال المباراة وهو ما أثر على أحداث المباراة. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. مصدر معانا كان من صحيفة أخبار اليوم المصرية. أترك ليكم التعليق. ننتقل مع بعض الخبر آخر وبيان عاجل من الحكومة تعرف على حالة الطقس اليوم. ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين استمرار انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس ربيعي مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وتسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 28 درجة والصغرى 15 درجة. المصدر معانا كان من صحيفة الموجز وهذه كانت بعض الأخبار عن الأرصاد الجوية في مصر اليوم. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار. أتمنى تكون خفيفة على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا IEB على الفيسبوك. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.